نعم، انبنت من الدينار، وانبنت من الدوائر الخدميه اللي تدعمنا، انبنت من اليد العامله اللي تدعمنا من السعر بنص كلفه الاجور، بدات الناس تدعمنا اكثر، يعني من ال 100 وال200 الف والمليون والعشر ملايين، وبدات الناس مثلا اليوم هذا البناء هو مو بس بناء منازل للناس المحتاجه، لا بالعكس هي تشغيل فرص عمل يوميه، اكثر من 180 عامل يشتغلون باجورهم، بر بالوالدين، صدقه جاريه، سنه حسنه، وجه مشرق لمجتمعنا ولوطننا. بدات الناس تسال انه تكلفه الدار ايش قد؟ مثلا تكلفه الدار هذا مساحته 130 غرفتين وصاله ومطبخ والملحقات، يعني الدرج والبيتونه كلها تكلفته هو 10 ملايين. بدات الناس تطلب تكلفه الدار كامل حتى تكون صدقه جاريه نيابه عن امواتها. زين عباس، ايش قد عفوا سيف، ايش قد طولت بناء هاي المدينه؟ طبعا نسبه الانجاز بهذه المدينه هو وصل تقريبا 60%، احنا هذه السنه باشرنا بها خلال يعني صار لنا تقريبا 10 اشهر، نسبه الانجاز بالمدرسه زين 60% قارب يعني ال 50%. كم عدد البيوت اللي تم انجازها؟ بالنسبه للمنازل تم اكمالها جميعا بناء هياكل، نعم 37 دار منعتها كملت السقف والستاره يعني واشتاقوا قاعد يشتغلون، يعني نسبه يعني تقريبا توصل ل 60% من المنازل، لكن الدوائر لا وصلت تقريبا 80%.